السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة Infinity Learn Academy، معكم محمود حنفي. في البداية أحب أهنيكم بقدوم شهر رمضان الكريم، وكل عام وأنتم بألف خير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على مواصفات الاختبار النهائي، والمواصفات دي مهمة جدا لكل ولي أمر على أساس يقدر يدرب ابنه بشكل صحيح على كيفية حل الاختبارات النهائية. أولا هنتكلم عن المواصفات من حيث أولا عدد مفردات الاختبار، وبعدين أنواع المفردات، وبعدين التقسيم المعرفي للمفردات. أولا هنتكلم على عدد المفردات. أنت كولي أمر لازم تعرف إن ابنك في الصف الخامس أو في الصف السادس هيكون عنده من 33 مفردة إلى 35 مفردة. وأنواع المفردات اللي هتجيله، في مثلا نوع حوط وبيجيله 5 حوط، اللي هي طبعا زي اختر الإجابة الصحيحة، بيجيله 5 من ضمن الـ 33 مفردة أو الـ 35 مفردة، وبيكون حوط مش بالشكل اللي احنا تعودنا عليه زمان ان هو يختار إجابة واحدة بس صحيحة، لا، ممكن يختار إجابة واحدة صحيحة او ممكن اجابتين او ممكن اكثر من كده، وده بيكون على حسب السؤال. فيجب ان انت تنبه على ابنك ان هو يقرأ السؤال جيدا عشان يشوف المطلوب منه انه يحوط عدد واحد مثلا او قيمة واحدة، ولا يحوط اكثر من قيمة. فالقراءة هنا مهمة جدا، ولازم تعرف ان السؤال حوط عليه درجة واحدة فقط. ايضا كمان في سؤال الترتيب، وسؤال الترتيب برضو نفس الشيء، مهم جدا ان الطالب يرتب صح، لان سؤال الترتيب عليه درجة واحدة، ولازم يرتب بشكل صحيح، لانه لو غلط في اي رقم فيهم هياخد طبعا صفر. فنبه عليه انه ما يرتب الا لما يقرأ السؤال جيدا ويتأكد ان ترتيبه بشكل صحيح. كمان اسئلة المزاوجة اللي هي صل الاجابة الصحيحة، واسئلة المزاوجة احيانا بيكون عليها درجة او درجتين. لو كان عليها درجة بيكون المزاوجة بتتكون من جزئيتين فقط، او لو كان عليها مثلا درجتين بيكون 3 جزئيات او 4. ونبه على ابنك انه لو كانوا 4 جزئيات لازم طبعا يوصلهم كلهم بشكل صحيح عشان ياخد درجتين، اما لو وصل 3 جزئيات او جزئيتين بشكل صحيح هياخد درجة واحدة، وطبعا لو وصل جزئية واحدة بس هياخد صفر. فالاشياء دي مهمة جدا ان انت تنبه عليها عشان يتدرب عليها اثناء تدريبه الان قبل دخول الاختبار. بعدين في عندي سؤال التفسير. سؤال التفسير ان الطالب بيدي تبرير معين لشيء خطأ او لشيء صح، والتبرير ده مهم جدا. لو قال نعم او لا فقط ما بيحصل على الدرجة، لابد ان يكتب التبرير بشكل صحيح. ده بالنسبة لسؤال التفسير. في طبعا سؤال الاجابة الواحدة، وده سؤال بيحتاج إجابة وخلاص، إجابة واحدة وانتهى، خطوات الحل معلهاش درجات، الدرجة بتكون على الإجابة هذه. ولو كان السؤال فيه وحدات قياس، فإذا كانت الوحدة مكتوبة خلاص ما بياخدش عليها درجة، أما إذا كانت الوحدة مش مكتوبة لازم يكتبها عشان ياخد عليها درجة. في الحالة دي السؤال بيكون عليه درجتين، درجة على الإجابة الصحيحة ودرجة على وحدة القياس. وفي سؤال بيتطلب خطوات حل، وهذا السؤال لازم تكتب خطوات الحل بالإضافة للإجابة النهائية عشان تاخد درجتين، لأن خطوات الحل عليها درجة والإجابة النهائية عليها درجة. دي أسئلتنا اللي هي حوط والترتيب والمزاوجة والتفسير والإجابة الواحدة والإجابة التي تحتوي على خطوات حل. في طبعا بقى أساليب أخرى، يعني مثلا أكمل الفراغ، إن هو يكمل الفراغات، وأنواع تانية إبداعية ممكن تختلف من اختبار لاختبار آخر، ولكن هذه الأنواع هي الأنواع الأساسية اللي ممكن تيجي لابنك في الاختبار. طب نيجي للتقسيم المعرفي للاختبار النهائي. التقسيم المعرفي مكون من 3 أجزاء، في أسئلة بتيجي معرفة وعليها 16 درجة. يعني إيه معرفة؟ المعرفة إن الطالب يعرف المهارات الأساسية اللي موجودة في المنهج، والمهارات الأساسية زي مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة
ويعرف الاستراتيجيات المرتبطة بيهم اللي هي الاستراتيجيات الكتابية، تمام؟ فطبعا ايضا ممكن يعرف معلومات تانية زي مثلا النسبة والتناسب والزوايا وانواعها، دي المعرفة، مجرد بس انه يكون عنده المعلومات الاساسية في كل شيء. والاسئلة هنا بتكون اسئلة بسيطة وسهلة جدا، اسئلة المعرفة. فننبه عليه ان اول اسئلة في الاختبار بتكون اسئلة متعلقة بالمعرفة، يعني مجرد انه يكون عارف الشيء ويكتبه وانتهى الاجابة، وانتهت الاجابة. اما الجزء الثاني هو تطبيق، والتطبيق هو استخدام المعرفة الاساسية اللي هو تعلمها في مسائل حياتية، يعني بيجيبوا له السؤال على هيئة مشكلة حياتية، بس طبعا بيستخدم فيه المعرفة الاساسية اللي هو درسها، يعني الموضوع مش بيكون صعب ولا حاجة زي ما الناس متخيلة، لا، هي عبارة عن سؤال حياتي، مشكلة حياتية، الطالب بيقرأها ويفهمها، بعدين يستخدم المعرفة الأساسية اللي هو اتعلمها في حل هذه المشكلة. وطبعا بيكون أسئلتها بسيطة، بس أهم شيء إن الطالب يعرف السياق بتاع المشكلة ويعرف حل المسائل اللي هي مشاكل حياتية، فنبهوا عليهم إنه يقرأ السؤال بشكل جيد عشان يعرف إيه المطلوب منه بالظبط بالسؤال، ويستخدم المعرفة الأساسية عشان يقدر يحل. طبعا التطبيق برضو عليه 16 درجة. وخلي بالكم ان التطبيق ايضا بيدخل من ضمنه التمثيل البياني، انه يمثل اي بيانات مثلا، او انه يرسم شيء معين، ده من ضمن الحاجات اللي موجودة في التطبيق. كمان اخر حاجة اسمها الاستدلال. يعني ايه استدلال؟ اولا الاستدلال عليه 8 درجات بتكون في نهاية الاختبار، يعني اخر 8 درجات او اخر اسئلة بتكون استدلال. والاستدلال معناه ان الطالب يرتقي لمستوى اعلى، انه يبدا يكون عنده معلومات وهو يستخلص منها نتائج، يعني في معلومات مقدمه ليه يبدا يحاول يربط هذه المعلومات ببعض على اساس يستخلص نتيجه معينه او يستخلص الاجابه المطلوبه، وده مستوى شويه اعلى في التفكير. بيكون مسائل سهله وبسيطه، بس الطالب مطالب ان هو يبدا يربط العلاقات ببعضها، ادي اول شيء. تاني شيء كمان لازم يعطي تبريرات او تفسيرات عن المساله او عن الشيء اللي هو بيدرسه، يعني يكون عنده القدرة على التعبير وعلى تفسير الإجابة، إن كانت الإجابة خاطئة يفسر ويعطينا أدلة على إن هذه الإجابة خاطئة، أو إذا كانت الإجابة صحيحة يفسر ويبرر ويعطينا الإجابة الصحيحة. فهنا الموضوع وما فيه إنه لازم يكون الطالب عنده فكر ويكون عنده فهم زيادة على أساس يبدأ يستدل على المعلومات ويبدأ يطلع تبريرات وتفسيرات منطقية، وده طبعا بتكون موجودة في الأسئلة كلها، بس لازم الطالب يفكر بشكل إيه؟ بشكل واضح، تمام؟ يبقى أنا كده عرفتكم الاختبار بيتكون من إيه؟ وخلي بالكم ده اختبار خامس وسادس. اختبار خامس وسادس، بيكون مكون من 33 مفردة إلى 35 مفردة، وبيكون مكون من أنواع مختلفة زي حوط والترتيب والمزاوجة والتفسير والإجابة الواحدة وخطوات الحل وأكمل الفراغات، وكمان الرسم البياني بإضافة كده لإضافة معلومات على الشكل. وأيضاً مكون هذا الاختبار من تقسيم معرفي، تقسيم المعرفي ده 3 مستويات، مستوى المعرفة، مستوى التطبيق، مستوى الاستدلال، 16 درجة 16 درجة 8 درجات، لو جمعتهم كلهم هيطلع الاختبار 40 درجة. أرجو إن أنا أكون وضحت ليكم الأشياء الأساسية في الاختبار على أساس الطالب يكون عارف هو هيتعامل مع إيه في الاختبار النهائي. كمان من واجبك أنت كولي أمر إن أنت تخلي ابنك يكون عنده مهارة كبيرة جدا في الأشياء الأساسية زي الجمع والطرح والضرب والقسمة. ورجاء خاص لو أنت عندك القدرة إن أنت تتابع مع ابنك حفظ جدول الضرب يكون أفضل. خلي ابنك يحفظ جدول الضرب، لأن جدول الضرب هيساعده كتير في حل المسائل وهيخليه أسرع في حل المسائل. وأراكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة في حل اختبار تجريبي للصف الخامس واختبار تجريبي آخر للصف السادس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اوعى تنسوا تعملوا لايك وشير للحلقة، وطبعا ايضا لو انت جديد في القناة اعمل